فريق الوطني الحمد لله عندنا فريق قوي، فريق متكامل اللي ولا كيتضرب فيه ألف حساب. واليوم المنتخب عنده على موعد مع التاريخ، لأنه خصو ولا بد القتالية في وسط التيران، ولا بد أنه يضافر الجهود دياله باش أنه يوصل للنهاية. عندنا مقومات وعندنا لعابة اللي في المستوى، لهذا يجب تضافر الجهود كما قلت، وتكون القتالية في وسط التيران وبدون زيادات، ويكون واحد اللعب جماعي. وإن شاء الله إن شاء الله كنتمنى لهم التوفيق وندوزوا الفينال ونتقابلوا إن شاء الله إما مع المنتخب المصري أو لا البلد اللي يالله اعترف لنا بالصحراء ديالنا إن شاء الله. بيان سور شوف كما قلت بأنه هو على موعد مع التاريخ، لأنه رشفنا المنتخب ديال الكبار كيفاش لعب مع المنتخب الإسباني وكيفاش تم الإقصاء دياله، يعني خص نفس اللعب ونفس النهج اللي لعبوا به المنتخب الكبار يحاولوا يلعبوا به حتى المنتخب الأولمبي. وإن شاء الله كنتمنى كل خير كل خير، خصها كما قلت القتالية واللعب الجماعي إن شاء الله. رسالة موجهة للجماهير المغربية. الجماهير المغربية كما شفتوا تبارك الله فيما مشاو، ماشي غير فرنسا، يعني في العالم كامل كيمشيو كيخليو واحد البصمة واعرة، كلشي كيهضر عليهم، كلشي كيبغيهم، ما كاينش هذاك الشغب اللي كتشوفوا في دول اخرى اولا في الجماهير اخرى. وكنقول لهم بانه غير يشجعوا المنتخب وان شاء الله يكون خير. النتيجة النهائية كنظن ان شاء الله الا كتب 2-1-3-1 ان شاء الله المنتخب المغربي ان شاء الله. اعتقد بان المباراة غتكون صعبة وماشي سهلة بحكم احنا لعبنا معهم في قطر. المباراة الثانية ديال انا كنظن المباراة الثانية غيكون مع مصر وفرنسا، مصر وفرنسا غيكون مصر. انا دير تكتي في سكيتيري رحيمي حكيمي اللي غادي واخا المباراة غيكون صعيب، لكن كنظن انا في اعتقادي 3-0 بحكم المنتدى في القريب سكيتيري. انا كنحب المنتخب ديالي، يعني اعتقد انا كنت فاكر الحمد لله يا غادي نحقق 3-0 يعني باذن الله. وحنا ماشي صعب وماشي سهل اللي بين العالم صرنا دور تاني كاس العالم اللي مغرب ديما مغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبالنسبة للمقابلة بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني، التوقعات ديالي هو أن المنتخب المغربي احنا تايقين في المنتخب وتايقين إن شاء الله في دراري، عندنا دراري وعندنا مؤهلات تبارك الله، وإن شاء الله مربوحة هاد اليوم 5-0 إن شاء الله. وبالنسبة للدراري كنقول لهم يعطيو كل ما في جهدهم باش إن شاء الله نديو هاد الكاس ان شاء الله مربوحه. دابا صافي دابا المغاربه دخلوا في المباراه كما لعبوا مع العراق كما داروا، عندنا فرقه ممتازه مزيانه، عندنا اللعابه كاملين ديال برا المحترفين والفنان، كنخافوهم الحكم عندك يخرجنا بحال شي حكم ديال السويد ان شاء الله. الله يستر ان شاء الله مغلوبه وغنديو الفينال بهاد اللعابه هادو نيت وبهاد الخطه ديال السكيتيوي احسن ديال الخطه، انا كنقولها احسن من الخطه ديال الريكريك، حيت ماشي ديال الدفاع كنلعبوا الهجوم، ما كنخافوش من المدافعين ولا من اي فرقه كنهجموا عليها، ماشي بحال الفرقه ديال الريكريك كنا كنرجعوا اللور، ما عندناش الفرجه، هذه فيها الفرجه، فيها الفنان، فيها المراوغين، فيها كلشي، فيها الحارس ممتاز، فيها كابيتال مزيان، عندنا الدراري اللي كنا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ديك الزلزول اللي كنا الجمهور اللي كانوا كيطلبوا يخرج، وبالعكس هذا هو ما عندناش احسن منه هذا في ديك البلاصه هذا، وهي الفنانه وتبارك الله على المغرب. بالنسبه ديال الركراكي ما خصوش يبقى يتدخل في السكيتي، خليه يتمتع في الكره، هذا لاعب كبير السكيتي معروف الطريقه ديالو الفنيه، عنده اللعب عنده هجومي ماشي هو اللعب دفاعي، كنخافوا من الخصم، ما كنعرفوش شنو هو الخصم، شنو هي اسبانيا وشنو هي فرنسا ولا شنو هي اوكرانيا ولا اي فرقه. ما كانش في المنتخب الاسباني جا الوقت باش ينتقم، يعني
لا هما جايين من انتقمين، الصحافه كاملين كتهضر على الانتقام على اللعبه على حسب علاش حدينا لهم اللعب اجود لعابه اللي تما ديال اسبانيا كاملين جاوا تعاطفوا مع المغاربه بغاو الجنسيه ديالهم على شي بغا يفديو التصار ديال المونديال ديال قطر، ولكن ان شاء الله ما نخليوهمش ولا لعبنا بهذه الخطه هذه بهذه الخطه ما نرجعوش اللور حيت عندنا السرعه في الدفاع ما عندناش الدفاع صحيح مزيان. النتيجه النهائيه النتيجه ان شاء الله 2-1 بركه علينا، خصنا هي التاهل باش ما نعطيوش عاطي الجد كثر ما باش نخليو الفينال، وما بغيناش نطيحوا مع المصريين حنا حيت المصريين يبقاو بالبيره العرب الاشقاء هادو والمصريين كيبقاو يتباحثوا بزاف كيطيحوا في الارض بزاف كيمثلوا علينا، اما هادو لا كيلعبوا الكره اما المصريين هي عندهم هي التمتم باش كيغلبوا كيقلبوا على الدفاع ولهم صافي وان شاء الله الربح ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين، اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.